اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خليني ارحب بضيوفي في هذه الفقره، الاستاذ الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عصام شلتوت. ازيك يا استاذ عصام؟ ازيك كابتن؟ ازي حضرتك؟ الحمد لله على السلامه. الله يكرمك، الف سلام عليك يا رب، ربنا يخليك. تحرمش من حضرتك، ربنا يخليك. ايضا الناقد الرياضي الكبير الاستاذ عبد الحكيم ابو علم. ازيك يا استاذ عبد الحكيم؟ والف سلامه. الله يسلمك. عارف ان انت عندك شويه سكر كده، بس ان شاء الله ترجع احسن من الاول كمان. هتعدي ان شاء الله. ان شاء الله كله بيعدي، كله بيعدي. استاذ عصام، استاذ عبد الحكيم، طبعا خليني ابدا مع حضرتك ولازم اسمع منكم كلمتين على التتويج، تتويج النادي الاهلي ببطوله السوبر واحدة فيهم. المحلي والافريقي، الافريقي في اليد. ما شاء الله. طبعا لو تقدر تقول لي برضو على التتويج اللي حصل النهارده بالافتتاح اللي هيحصل يوم 1/6. الحقيقه لسه كنت انا واخويا يعني وصديقي العزيز عبد الحكيم بنتكلم على الافتتاح المقبل. اللي هو اكنك بتكرم المجلس والجمهور المالك الحقيقي للنادي، طبقا اللي انا مسميه الاهلي المعاصر كابتن صالح رحمه الله، واحنا صحيح. في ايام ذكراه يعني. هو ده التتويج والمقر الجديد اللي يعني كل الخير قادم بنظام وسيستم مؤسسيه، ويمكن ده صحيح. اللي بيغر الصدور الاخرين تجاه النادي الاهلي. انت طول الوقت، وانا قلت لحضرتك قبل كده، انه مؤسسه بتنجح في كل فروع الحياة، كل عضو مجلس إدارة عنده ملف بتتجمع في الآخر صحيح. علشان الأسطورة الكابتن محبوب الخطيب يطلع بس يعلن، مش كل حاجة وقال الخطيب وعاد الخطيب، لا، كل الحكاية أنه الناقل الرسمي لطاولة مجلس الإدارة. يعني بالفعل النادي الأهلي يقدم نموذج يحتذى، كل العالم الإعلام تحديدا بيتحدث عن هذا النادي، مش بس المماثل لأندية أوروبا الكبرى في النتائج وحجمها. أنا بشوف أنه مفيش حد عنده أربع خمس مقرات بالظبط، لكن المقر عاملة يا كابتن إسلام للإعلام الرياضي العالمي، عاملة له حالة من حكاية هو يعني كيف يعني أنه في نادي عنده فروع لدرجة أنه أن مصر فيها الأندية بيرتدها آلاف، فمستغربين انه ازاي المئات من الالاف بتروح مقر لنفس الشعار، مواكبه في اماكن مختلفه. بالظبط، مواكبه يا كابتن لهذا الكم من الفوز اللي هو يساوي حجم العمل، واللي من ناحيه تانية يمكن كنا بنتكلم مثلا في الكوره على راجل زي مستر كولر، كنا بنتكلم في الهاندبول على اسمر بدم خفيف المدير الفني، عشان احنا عنصريين فجايبينه وجبنا موسيماني وانجمنا السمر الجمال دول، احنا ناس بقى عنصريين جايبين دول بالذات. ازاي بيتكلموا بانبهار عن حجم الانجاز، وان هم حابين يوصلوا انجازات جم لقوها وهم معلومين ومعرفين في كل العالم. الحقيقه يعني ببساطه المواطن الاهلاوي والمواطن العادي، افرح وامرح بالفعل، انت اهلاوي يا رب تتم على خير، والباقي كله سهل، ان الحساب عمره ما كان بالقطعه في النادي الاهلي. الفوز بالنسبه للبطولات السوبر الكوره وسوبر اليد ده نتاج عمل، نتاج شغل، نتاج ان انت مثلا السنه اللي عدت كانت الجماهير مش راضيه عن اداء الفرق الرياضيه تحديدا في النشاط الجماعي، برغم ان اتخذت بطولات، بس كانت يعني في شويه غضب وبتاع، والدنيا في اليد مش احسن حاجه وكده. فعملت، قعدت اشتغلت كمجلس اداره، شكلت لجنه، اللجنه دي كان المهندس خالد مرتجي، الوزير عمرو فاروق، الكابتن خالد العوضي، وابتديت تشتغل يعني حاجه محاكاه للجنه التخطيط اللي بخدت كابتن خطيب، وابتديت تشتغل وتحط اطر وتشتغل. ده نتاج الشغل على فكره، عشان بس الناس بتتكلم. انت ممكن تكون بتكسب، كسبت 15 بطوله في الالعاب الاخرى السنه دي، تمام، 15 بطوله لحد دلوقتي، فاضل خمس، فاضل خمس. فده نتاج ان انت قعدت تشتغل وحطيت خطه، قلت انا بستهدف من السنه الجايه ايه، انا عندي مشاكل، الناس زعلانه والجماهير زعلانه، لازم اشتغل على زي الاساس. الكوره لما الفريق خسر خمسه، دي كانت نتيجه قاسيه جدا جدا جدا. كابتن خطيب جاب المدير الفني لوحده، جاب كابتن سعد عبد الظاهر، وشاف ايه المشكله اللي حصلت. ما هو دي نتيجه لازم تقف قدامها. صحيح. حصل وابتديت تشتغل، ابتديت تصلح، خدت كاس مصر، وكنت واخد قبلها سوبر، ودي خدت سوبر. ثلاث بطولات ليه؟ لان انت بتقعد بتشوف اخطائك. ما هو انت انت اتظلمت تحكيميا السنه اللي عدت ولا قبلها، بس برضو قعدت وشفت اخطائك. عندك اخطاء، ما انت لازم تشوف اخطائك اللي جوه وتبتدي تصلحها وتبتدي تشتغل عليها، وده النتاج اللي انت بتوصل له دلوقتي. الفوز بالبطولات ده اللي بيحصل. بالنسبه لفرع التجمع الخامس، ده شيء يمكن احنا مش عايزين نتكلم ان هو مش موجود، ان في مصر، هو في مصر مفيش حد موجود عنده الكلام ده. انت لما تيجي ولا بره يا استاذ عبد الحكيم، ولا بره. بس كمان بقى لما تيجي تقول ان انت بتفتح فرع مساحته 50 فدان، بتفتح منه مرحله 40 فدان، 40 فدان باستثمارات قد ايه؟ ما شاء الله. كابتن بيقول مليار و500 مليون، يعني مليار ونص. طيب يعني شوف،
دول يعني حضرتك بتتكلم في رقم مهول. الكابتن زكي عبد الفتاح كان مره في مداخله مش عارف هنا في قناه الاهلي ولا فين كان بيتكلم بيقول ان ده جزء الناس ما بتتكلمش عنه، ان انت بتوجد فرص عمل، دي جزء من القوة ان عملنا ده، بتوجد فرص عمل، بتوجد استثمار رياضي، بتوجد مقرات لل يعني حاجات انشطه زي صالات مغطاه. ده اللي بيتكلموا فيه انه هذا النادي يقدم خدمه اجتماعيه، خدمه يعني. بخلاف الكوره، والكابتن زكي بيتكلم ان في جزء ما حدش بيتكلم فيه. الكابتن خطيب النهارده ركز على الكلمه دي تحديدا بالمناسبه، يعني وهو بيتكلم في كلمته ركز على الكلام ده، ان احنا جزء من البلد بنعمل استثمارات رياضيه من خلال تواجد عدد كبير من العاملين. ما هو الـ 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 النادي ده او المقر ده ما كانش كده، الارض ده كان ارض فاضيه. مظبوط. مين اللي بناه؟ عمال مصريين بشركات مصريه، وبالتالي فرص عمل تم تواجدها خلال الفتره اللي فاتت. وعلى التوالي من البناء للشركات للعاملين بقى في النادي وموظفين جدد. وبتضيف منشآت رياضيه للبنيه التحتيه في مصر. في مصر مظبوط. يعني انت لما تيجي انت دلوقتي مثلا بتعمل البطوله اللي هتبدا امبارح كان السوبر وبكره هتبدا، لما بتستضيف بطوله زي بطوله افريقيا للانديه ابطال الكوس رجال وسيدات، بتستضيفها فين؟ في اتنين صاله مغطاه جوه النادي الاهلي فرع الجزيره، هل دي مش منشات بتستضيف عليها بطولات؟ طبعا موجود. لما تروح تعمل دلوقتي في التجمع هتعمل نفس الموضوع، هيبقى عندك اماكن تستضيف فيها بطولات، دي جزء من البنيه التحتيه اللي بتضاف لمصر، تستضيف عليها بطولات دوليه، فالقصه لا تقف عند ان انت كنادي رياضي بيقدم خدمه كوره وبترعى اكتر من 17 لعبه، لا انت بتمتد على انك بتفتح فرص عمل بتضيف للبنيه التحتيه في مصر. طيب زي ما احنا شايفين برضو احنا قاعدين كده بنتفرج على المقر النادي الاهلي في التجمع الخامس، ومره اخيره بقول لكم قبل اول تسعه انا ماليش دعوه، انا بقول للاعضاء اللي عايز لا الافتتاح 1/6، لكن اللي عايز يعمل اشتراك سريع جدا اليومين دول قبل 1/9 يلحق، لانه بعد 1/9 الدنيا رايحه في وهذه فرصه في جديده تانية. بنفس الاسلوب المؤسسي انه احاول اجذب فرص للناس قدر المستطاع فاخفف عنهم، لكن بعد كده مش هقدر، يعني هو بيقول لهم مش كده. هقدر لانه في الاخر هو مطالب ان هو يدفع الفلوس للحصاد والصيانه وعشان الصرح ده يفضل زي ما هو. ده في نقطه مهمه جدا يا كابتن، الفرع ده بالكامل ملكيه كامله للنادي الاهلي طبعا، يعني 50 فدان المساحه كلها ملكيه كامله للنادي الاهلي، مخلص كل حاجه ودي ملكيه كامله للنادي الاهلي، ما فيهاش حق انتفاع زي اماكن تانية، ما فيهاش اي حاجه، دي ملكيه كامله للنادي الاهلي. يعني انت كعضو لو رايح تشترك بتشترك في مكان هو موجود بالفعل، ومكان اشتغل فعليا، يعني خلاص افتح 1/6 خلاص يعني الدنيا الحمد لله، وزي ما انتم شايفين حاجه جميله جدا وحاجه محترمه جدا. نروح بقى لكره القدم يا استاذ عصام، و مهم جدا ان احنا واحنا بنتكلم عن كولر اعتقد ان هو اصبح من ضمن المديرين الفنيين الجيدين اللي نقدر نقول عليهم من المديرين الفنيين الجيدين في تاريخ النادي الاهلي. بطبيعه الحال يا كابتن مش بس نتائجه، شكل اداء فريقه يا كابتن اللي هو النادي الاهلي بيؤكد على انه بالفعل هذا الرجل امتداد لمستر كوتي، وبعديه جاء فايسا، حتى الكابتن جوهري برضه كان ليه تجربه حديثه جدا رحمه الله اللي هو مسك فيها موسمين منهم 82 افريقيا ومنهم ماتشات كان بيلعب بنفس فكره انه يعمل روتيشن، فشفنا حمدي راضي وشفنا لعيبه كانوا ما بعد الفريق الاول، ثم ياتي بعد كده مانويل جوزيه بقى حبيبك وحبيب ملايين الاهلاويه واللي اصبح يعني اهلاوي عكس بتوع اوروبا اللي هو ما كان مرتبط صحيح. بفريق يعني غادره لكن مش بنفس انه يبقى جزء من السنه عاوز يبقى موجود هنا صحيح. وبالتالي هذا الرجل يقدم الجديد مع النادي الاهلي فتتوافق بس مع انه العمل اللي هو بيعمله، لدرجه ان النهارده يعني كاتب حاجه كده عرفت بعض المعلومات عنها انه بقى عنده امنيه مش الاستمرار بس، ان ياتي وقت الموسم ينفصل عن الموسم هو في حاجه ل 10 15 يوم بحسب يعني كلامه مع ناس قريبه منه علشان يعمل جزء من فتره اعداد ويراهن على انه هيودي الفرقه دي في حته تانية. قال لك لعيبه تالنتد، اداره محترفه بزياده بحسب الترجمه يعني، وبالتالي لا لازم يتحط في مكان ومكانه يستحقها. اخر ما ترافض قال لك ده راجل بيهرج، واللي يقول لك ده راجل مش عارف لو لعب من غير جمهور، كلام الحقيقه فاكر لما قلت لك مره في كلام ما ناخدوش بجد صحيح. يعني ما ممكن يكون الراجل ابو ابتسامه ده هو الاشد حسما يا عم في ايه، لكن طريقه الاداء
طريقه فعلا انه عنده مخطط زي ما حضرتك قلت. الورقه والقلم اللي بقينا بنشوفها في الدوري الانجليزي اللي كان الاهلي يقول لك يا عم ده قاعد يكتب، طب ده طلعت الحكايه دوليه حقيقيه. طب الراجل جه الزمالك وهو ايضا من الاسماء يعني المعلومه معاه قلمين، واحد احمر وواحد ازرق، يعني بالفعل هي نسخه حديثه جدا استحقها النادي الاهلي واستحق الرجل التواجد مع النادي الاهلي يا كابتن. الكولر الحقيقه واضح جدا في تعاملاته مع اللاعبين. انا امبارح من ضمن انا اسف يعني بس هرجع لليد في حاجه، امبارح انا كنت بحتفل بوجود حميد مثلا حارس مرمى النادي الاهلي ربنا يشفيه يرجع بالسلامه ان شاء الله. وانا بتكلم معاه فبقول له لا بس الراجل شكله لطيف جدا، ديفيد ديفيز يعني شكله لطيف المدير الفني، بقول له شكله لطيف جدا ويعني ما قال لي ده يكفيك الشر. لا الله ينور عليك، قال لي ده ضحكته كانه ما بيضحكش بالظبط. فخلي بالك برضو كولر واضح ان هو يعني نفس الشخصيه، لما يعني احنا بما ان حضرتك بتقول هذا الكلام عنه فبالتالي الشخصية الصارمة بيحتاجها لعيبة النادي الأهلي ويحتاجها اللاعب المصري عموما وكل الفرق الكبرى. لازم يبقى جوارديولا بيقول لك رجل دكتاتور يعني. طبعا دكتاتور عادل يا كابتن اسلام بالظبط، عشان كده لعيبته وانت راجل يعني من نجوم كرة القدم حين تجد العدل هتبقى يعني هتقول ايه؟ هتقول ايه الراجل وانت في احسن حاله حتى لو ملوي سنه بيلاعبك صح، يبقى انت متاكد ان حكيم وعصام لو لعبوا انا عندي حاجه ناقصه. واعتقد ان النموذج ده بان في اكثر من نجم اول ما استكملوا اوراقهم لقوا نفسهم في الملعب. صحيح الموضوع سهل جدا بالنسبه له، مش انت بتتعامل يعني طبعا ما عندوش اي حاجه غير فكره العداله. انت بتتعامل يا كابتن برضو مع 35 لاعب، 35 لاعب كلهم اغلبهم نجوم، حتى لو 30 لاعب عندك في طالعين ناس من الناشئين بيتمرنوا معاك، فانت لما كنتش عندك جزء من الصرامه مع بتتعامل مع اطار، مع اطار 35 لاعب كلهم اغلبهم نجوم في النادي زي النادي الاهلي، الاضواء مسلطه عليهم فكل واحد حاسس نفسه نجم، لو ما اتعاملتش بشيء من الصرامه، جزء من الصرامه في طريقه تعاملك، عمرك ما هتعرف تسيطر على المجموع ده، الوضع ده كله عمرك ما هتسيطر عليه. الجزء الثاني في الموضوع ان كولر جاي مفرغ نفسه للنادي الاهلي، بيشتغل من الصبح، كان حتى المهندس خالد مرتجي من يومين كان قال بيشتغل من الصبح لحد بالليل، بيكون موجود في النادي. الاكبر دليل يا كابتن اسلام احمد القندوسي، احمد القندوسي مش بيشارك، لعب الماتش 74 دقيقه، عمرك ما تشك لحظه ان لو حد بيتفرج ما كانش بيتفرج على ماتشات الاهلي يقول ان احمد القندوسي ده كان بديل الفتره اللي عدت. ايوه دي نقطه كنا فتره من فترات كان الاهلي بيعاني تقصد بدنيا يعني بدنيا وفنيا يعني بس بدنيا اكتر، خلي بالك انه بدنيا هو طبعًا اللي بيجيب فني وكمان بالزبط. وكمان جزء برضو فيها يعني انت البديل دلوقتي لو اي حد ما اتفرجش على ماتشات الاهلي وشاف القندوسي هيقول لك ده اساسي موجود. شوف دلوقتي ديانج بيلعب، السولية غايب مفيش مشكله، القندوسي ما بيلعبش مفيش مشكله، قفشه مش موجود، قفشه اربع خمس ماتشات مش موجود، لعب الماتش الاخير قدام بيراميدز تحس انه كان بيلعب الفتره اللي عدت دي كلها، وفي مهمه وفي موجود عبد القادر غاب، تحس حسين الشحات بيلعب جناح شمال متدرب عليها وبيلعبها، فالامور تحس انك بتجهز البديل بيبقى نفس المستوى الاساسي. شوف خط الدفاع، اصاب عندك رامي ربيعه، اصاب عندك متولي ياسر ابراهيم بيكون موجود وبنفس المستوى اللي انت تحس مش غايب، ده جزء شغل فني، جزء مدرب وجهاز معاون بيشتغل، وجزء برضو منظومه كامله كابتن، منظومه كامله بتوفر وبتهيئ الاجواء للمدرب والجهاز الفني انه يشتغل. وده نتاج النجاح ان انت بتشتغل كمنظومه، يعني كولر طبعا مدرب كويس جدا جدا بس جزء من منظومه بتشتغل صحيح، من اول رئيس النادي لجنه التخطيط المنظومه كلها بتشتغل، ده النتاج بتاعها انك توصل البطوله، ثلاث بطولات لحد دلوقتي في الوقت اللي انت كان في ناس تقول لك احنا جايبين 12 صفقه 10 صفقات 8 صفقات، هي مش بالعدد يعني، هي القضيه كلها احتياجاتك، احتياجاتك قد ايه صحيح. يعني انت خالد عبد الفتاح، خالد عبد الفتاح يعني لاعب كويس جدا بس انت لو بتبص في الارقام اللي اتدفعت في ناس في اماكن تانية ما يجيش واحد على 10، بس خالد عبد الفتاح لما انت احتجته في ماتش اهلي وزمالك لعبته مساك اول ماتش صحيح. لعب وكان موجود وكان واحد من افضل نجوم المباراه. القضيه ان انت بتبص عينك مروان عطيه تدفع فيه كذا، هو الرقم طبعا مش الرقم ده مدفوع، بس بص مروان عطيه دلوقتي، مروان عطيه دلوقتي موجود في المنتخب بقى عنصر اساسي في النادي الاهلي بيلعب كل الماتشات. انا حكيم مش بيقول ناقصني لعيبه يا كابتن اسلام، حتى وهو يختار جدد بيقول لك علشان بس ازود الكواليتي والمنافسه بين نجوم الفريق. كلام فعلا اوروبي يستحقه النادي الاهلي الذي ينافس بالارقام كبار انديه اوروبا، وهي دي قاره ودي قاره بقى، ما حدش يقول لك دي اوروبا، ما هي دي قاره برضه على الخريطه صحيح، وده منتجها على الخريطه برضه الكرويه. وبالتالي لا الراجل عامل حاله ثانيه، ويكفي فكره الاحتراف اللي بيغلفه دفء. الراجل امبارح عرفت انه سال على ماتش الهاند بول،
الكاميرا إيه؟ الكاميرا جابت اليو ديانج وزوجته في الملعب يا جماعه امبارح، في ملعب في الصاله المغطاه الامير عبد الله الفيصل رحمه الله. موجود يعني عدد كبير، لا كل الاعضاء امبارح كان فاضي. اقصد الكاميرا، الكاميرا يعني ايه، ما هي الكاميرا قناه الاهلي بالمناسبه. طبعا لما تجيب لعيب زي اليو ديانج او علي ديانج، الناس اليو يعني بالافريقي يعني علي للجمهور العظيم ده، الفكره كلها هذا الدفء الذي بقى يتخطى مراحل الاحتراف بتاع الاجواء الثلجيه يعني. صحيح. فده بينتج عنه كل اللي احنا بنقوله ده، والاهلي اختيار بعنايه كالعاده، لكن المره دي هذا الرجل راح اي بلاد غير من الحاجات اللي مظبوطه دقي للنادي الاهلي، اللي هو مش هيلاقي زيه زي ما بيقول في منطقه الشرق الاوسط، مظبوط على الشغل اللي هو متعود عليه حكيم، اللي هو الشغل بتاع اوروبا. مفيش حاجه اسمها ان شاء الله بكره مش عارف ايه، كل ده يبقى في العبادات، لكن قول لي مواعيدك ايه وقول ان شاء الله ننفذها. طيب. ناس جميله. طيب قبل برضو ما بعد ما اتكلمنا عن السوبر عايز اروح طبعا للترجي، ولكن قبل ما اروح للترجي يا عبد الحكيم عايزك برضو، لانه انا الحقيقه برضو خلال الفتره اللي فاتت لما كنت بدور كده وبقرا، لقيت ان احنا في العاب الصالات عموما، العاب الصالات عموما خدنا 15 بطوله، 15 بطوله اقرب نادي لينا واخد 4. ولكن لما تيجي تبص كنت تشوف ان انت ان الناس حسستك في ان انت خسرت الطايره دوري وكاس، ان بعض من لا يشجع الاهلي، مش جمهور الاهلي، جمهور الاهلي يعمل اللي هو عايزه، لكن بعض من لا يشجع النادي الاهلي عمل ايه؟ حسسك ان انت خسرت كاس العالم، وان انت خسران كل العاب، كل حاجه. ايوه. فانا كل الناس قاعده تدور، لقيت نفسنا واخدين 15 بطوله ولسه في 5 بطولات بننافس عليها. طب السنه اللي عدت انت الفريق نفسه اللي واخد 4 بطولات السنه دي، السنه اللي عدت انت كنت واخد مثلا حوالي من 7 لـ9 بطولات، وكان بيتقال عليك ان انت، هو بص وحضرتك ادرى مني يا كابتن، اداره النادي شغاله وعارفه كويس جدا. انا بتكلم على الجانب الاخر، ما انا بتكلم، ما انا فاهم، ما انا بقول لك اداره النادي شغاله وعارفه الغلط، بس انا بقول لك ان السنه اللي عدت لما كنت انت كسبت 7 بطولات بس، كان قال لك الدنيا في العاب الصالات مدمره والنادي الاهلي لازم يقفل فرع زي اليد مثلا، ده كان بتتقال الجمله دي. لازم الغي الفرع اليد ده خلاص ما يشتغلش. في مشكله في الطايره، في مشكله في الطايره اللي ما كنتش خسرت دوري الكاس. صحيح. تمام. هتقول لي مثلا، انا على فكره انا مؤمن بحاجه، ان المنافس جاب لعيبه بارقام هلاميه ما بتتحطش في الالعاب الاخرى، وجايب محترفين بتدفع لها ارقام كبيره جدا، بس برضو انت عندك مشكله، حتى لو هو كسب بشيء انت عندك مشكله، خسرت دوري الكاس عندك مشكله، في شغل عليها، في شغل عليها. بس انت هنا لما تيجي تقارن التناول الاعلامي اللي احنا قلناه 100 مره. أيوة. التناول اللي عمله 100 مره هو ده. انت السنه اللي قعدت لما انا كنت كسبان كنادي اهلي 6 بطولات في العاب الصالات، كنت بتقول على الدنيا متدمره، اوكي وانا قابل معاك ذلك. السنه دي انا واخد 15 وقرب ليا واحد واخد 4، واخدهم في لعبتين بقى، في لعبه بس رجال وسيدات، او لعبتين تقريبا، لكن انا مكتسح كل ده. على فكره احنا محاسبين على فكره الفرق الجماعيه بس، انت عندك لا لا ده انا بتكلم على طايره وسله ما انا بتكلم على الفرق الجماعيه بس، اللي هو الشباب كمان حتى في اول امبارح الاربعه دول الشباب والناشئين واخدين كل حاجه. اول امبارح انا جوده وعمر عصر واخدين بطولات افريقيا، كل بطولات افريقيا. تمام. فانا بكلمك بس في الالعاب دي، فانت واخد 15 بطوله. طب حضراتكم فين دلوقتي؟ لا ولسه الارقام بتدفع. ولسه انت لسه بتنافس على دور محترفين سله رجال وسيدات. صحيح. عندك دوري البال اللي هو الدوري الافريقي للسله، انت رايح المرحله الثانيه. كاس الكؤوس لليد. تمام. وعندك لسه كره اليد، وعندك كاس الكؤوس. كاس الكؤوس لليد. سله يعني رجال وسيدات. عندك 5 منافسات حتى الان لسه موجودين، وخدت 15 بطوله، ده بخلاف ده شغل الناشئين احنا ما اتكلمناش فيه. طب حضراتكم فين؟ بتتكلموا على ايه؟ التناول الاعلامي يصعب فهمه الحقيقه. هو ده الكلام اللي انا بقى اللي انا عايز يعني، هو ده السؤال. لانه فعلا الحقيقه التناول يعني حد يطلع يقول لك يعني، وللاسف لعب يقول لك اصله، طب شيل جمهور الاهلي وقت تحكيم اجنبي وانت تشوف، يعني ايه شيل جمهور الاهلي؟ لا الحقيقه دي لوحديها عايزه تفاهميه، واللي بيقدم برضه سكت يعني ايه شيل جمهور الاهلي؟ ويا ريت قال مثلا مقابل انه في فريق اللي هو ما خلق لمكايده النادي الاهلي، يا ريت انه بيقول مثلا ايه تقول لا عشان هم ما لهمش حد، لا ده بيتكلم ان جمهور الاهلي هو السبب. طب هو في فرقه من غير جمهور؟ طب ماتش الهاند بول امبارح كان بتحكيم اجنبي على فكره، ينفع من غير الناس ما حدش واخد بالها. جزائري. ما هو تحكيم اجنبي في الاول وفي الاخر. كابتن ده ما حدش بيحاول حتى، بما انك بتطلع في التلفزيون تقول ان الاهلي مع كل المناسبات الخواجاتي في التحكيم بيكسب. يا جماعه مين قال غير كده؟ مين قال غير كده يا جماعه؟ يعني يا استاذ عصام انا دايما بتكلم في هذه النقطه ليه؟ لانه انا بشوف ان المهندس عادل القيعي
قال جملة عبقرية من كام يوم في ملك وكتابة في ملك وكتابة على الخميس أعتقد الخميس قال جملة عبقرية لك يا بختهم يا بختهم بيعرفوا يعني من رحم المعاناة الميليسي اصطادوا فيها وفي الآخر قال له لا ليك حق صحيح يعني عارف اللي هو إيه أنا خدت بطولة في وسط 20 فبالنسبة لي البطولة دي تحسسك ان انت واخد 500 يا عم في هي فكرة احنا ولاد النهاردة تيجي تقول لحد فيقول لك ايه لا يا عم انت هتكلمني عن الدور الاول بقى يا ريت حتى عن الموسم صحيح. اللي فات يا راجل طب ما انت لازم تحط الاثنين على بعض يا كابتن اذا كان الخمسة ثلاثة يقول لك احنا في ثلاثة ده يعني انتقدوا موسيماني عشان كسب 5-3 يا جماعه أيوة. ده انتقدوا موسيماني ده انا عمري ما انسى الاستوديو التحليلي ده بص لو قعدت 100 سنه الاعلام الرياضي كان الحقيقه ده مسكوا موسيماني ازاي طب يا جماعه ده في فرقه واحد خسران 5 يعني دخل فيه 5 صحيح دخل فيه 5 اهداف وعشان ده دخل انت فاكر زمان لما كان التلفزيون 3 قنوات دلوقتي قناه الاهلي بقت قناتين او 3 بس في بقى كوميدي وفي دراما يعني في الاهلي الاصلي وفي كوميدي ودراما والله برامج بتفتح لا قنوات يا عم عصام مش برامج بتفتح عشان تتحدث عن النادي الاهلي صحيح طب يعني الناس بتوعكم عايزين يعرفوا حاجات عنكم لا مفيش اكنها عطله رسميه لا ويا ريت على فكره يا استاذ عصام برضه يا ريت حد بيعرف بيحاول يجتهد ويجيب المعلومه الصح ده بيطلع يتكلم مع نفسه يعني مثلا النهارده مثال بسيط جدا حمدي فتحي وكولر هو حديث الاعلام بدل ما انت بتتكلم انا ما اتكلمتش عن انت عارف ان انا ما اتكلمتش لان انا بجد والله يعني صح بجد والله صح يعني انت بدل ما تطلع تتكلم عن النادي رئيس النادي طالع كابتن محمود الخطيب بيقول لك هنفتتح فرع تجمع وفرع رابع وفي نادي ما خلصش الفرع الاساسي بتاعه الفلوس بتاعته بدل ما تتكلم عن ان في واخده اثنين سوبر في 3 ايام لا طالع تتكلم تقول حمدي فتحي عرض طب يا عم ماشي حمدي فتحي ما طبيعي حمدي فتحي احد نجوم مصر طبيعي هيجي له عرض على ما فيش بس طبيعي ان يجي له عرض بس هل هو الولد عايز يمشي لا طبعا كولر اصل مش عارف هيروح فين طب ماشي يا عم طب كولر طلع اشتكى مثلا ده قالوا ديانج طلع في قناه ابو ظبي قال لك كده بالنص انا اهلاوي صحيح ومش عارف مين اللي بيحاول يطلع الكلام ده اللي يفسد علاقتي باداره النادي في اكتر من كده تاني هل مش عايز امشي اصلا يعني انا غير مطروح المغادره يعني انت عارف حكيم انت حطيت ايدك على حاجه مهمه جدا هو انت لو كان بقى حمدي فتحي وده ممكن يعني لو حقيقي بقى هو اللي قال انا عايز امشي ومقدم طلب ومش عارف ايه وكذا وماذا لكن انت بتتكلم عن عرض طب ايه يعني ايه برضه يعني ايه عرض الحمدي فتحي يعني تقصد ايه ده في لاعب جه قعد لاعب محترف جه قعد 3 شهور ومشي اتحداك لحد دلوقتي لحد ذكر ده جه ليه ولا مشي ليه لا ما يصحش واخد رقم والله ما يصحش والله العظيم واخد رقم يا كابتن اسلام محدش عارف جه ليه ومشي ليه ولا محدش ناقش الموضوع اصلا محدش اتكلم فيه خلينا يعني خلينا نتكلم في نادينا افضل وكل حاجه خلينا نرجع مره ثانيه للمباراه القادمه يعني مباراة الترجي واحدة من أهم المباريات اللي هيلعبها النادي الأهلي خلال هذه الفترة يا أستاذ عصام. طبعا مباراة قمة في كل الأحوال ويمكن أنا وحكيم برضو بقالنا كتير ما تقابلناش فبنتناقش وحد صديقنا موجود معانا يعني من خارج الميديا بيقول يعني في نقص كتير وكده هو نفسه إن النبي رديت قلت له إيه عشان أنا سامع أصل دي نغمة أيوة مش مبسوط منها. النغمة دي ما تنفعش لأنه الفرق الكبرى في مواعيدها الكبرى مالكش دعوة كم اسم موجود وكم اسم مش موجود. طبعا لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني وادارته مدربه نفسهم على كده كلهم في قلب بعض لكن الحقيقه انه معاد من المواعيد الكبرى اعتقد ان مستر كولر مستعد جيدا لده وجزء من الاستعداد ده فكره البناء النفسي وان هو بينهي كل الحاجات قبل ما يسافر ويغادر ويمكن اللقطات المسموحه وكنت بتفرج عليها مع حضرتك الكابتن اسامه عرابي حتى الادوات بقى في تحديث للادوات نفسها كل حاجه الحقيقه في الملعب بقى لسه خلي بالك السنه الجايه ان شاء الله انا عارف ان في ادوات جديده مطلوبه فكره المواني وتاخر الشحن يعني لسه ما وصلتش وبالتالي لا الميعاد كبير الترجي كبير بالفعل وحسنا فعل مسؤول النادي الاهلي اعتقد المهندس خالد مرتجي والوزير العمري فاروق لما وضحوا لان برضو في نغمه تانية ما الترجي مش عارف ميت والترجي بقى عنده بلوى يا عم بلوه ايه احنا بنتمنى التعافي لكل بلادنا وفكره كمان ان انا مالي بالجمهور الجمهور عنده مشكله مع امن بلاده ان شاء الله تتحل الاهلي قلقان من جمهور من عدمه لان عمرهم ما
امر شان داخلي. انت عايز تحط الاهلي ليه في فكره انه سعيد او انه ما فيش جمهور؟ مين قال لك؟ خالص بالعكس. ومره ثانيه يجي قبلها بيوم ولا بتاع يقول لك ايه بس شيلوا الجمهور، شيلوا الجمهور ولا هاتوا الجمهور. فده مباراه اعتقد ان الاهلي باذن الله قادر مع السيد كولر على انه يعد ليها فريقه اعداد جيد جدا. وزي ما قلنا على نواقص الترجي هناك نواقص، لكن الفرق الكبرى كل لعبتها قريبه من بعض. استاذ عبد الحكيم، الصحف التونسيه بقى لها يومين ثلاثه بتتكلم بهذا الشكل، انه ما اعرفش انا بسميه نوع من انواع التنويم المغناطيسي، وانا مصر ان انا هفضل اتكلم عن هذا الامر من النهارده لغايه يوم المباراه، لانه احنا بنشوف ان هناك حروب نفسيه بتستعمل ضد النادي الاهلي، وده حق كل واحد يعمل اللي هو عايزه طبعا، لانه عايز يكسب. الترجي عايز يكسب ويصل للمباراه النهائيه، وبالتالي بيستخدم كل اسلحته في ان هو يحاول ان هو يكسب. من ضمن هذه الاسلحه الميديا، هو بيستخدم الميديا ان احنا نادي الترجي نادي سيء ووحش وما فيهوش لعيبه واللعيبه كلها مصابه، طلعوا ان معلول تمت اقالته وتمت اقالته وراجل موجود وكل حاجه. برضو كيفيه مقابله هذا الامر بقى. بص، اولا النادي الاهلي عنده من الخبرات كلاعيبه من التعامل مع المواقف دي بشكل كويس جدا، بجانب الجهاز الفني واداره الكوره بتتعامل بشكل كويس جدا، ومليون في المية بكرة يعني بكرة قبل السفر هيكون في قاعدة هيتكلموا في الكلام ده. بس في نقطة مهمة جدا في القصة دي يا كابتن استاذ، ده جزء من التسويف اللي بيحصل عندنا، جزء التسويف الإعلامي اللي هو ايه؟ يقول لك عنده ست غيابات. طيب الست غيابات دول قبل ما تتكلم، حضرتك تابعت الترجي؟ حضرتك شفت الترجي وهو بيلعب؟ صحيح. الست الغيابات دول مين فيهم مؤثر بالنسبة للترجي؟ حمد الهوني ده اللي اقدر اقول عليه مؤثر جدا، واحد هو حمد. لا، وغلان الشعلاني شويه. غلان طبعا طبعا تمام طبعا. بس مش زي السن اللي عدى. واقصد كمان، لا كمان دول في لعيبه قريبه منهم. ما ده اللي بقصده، اللي هو انت بتحاول تسوق جزئيه ان خمس او ست لاعبين غايبين. طيب تمام، مش مختلف معاك، بس لما تيجي تبص لمسيره الترجي نفسها مين فيهم اللي كان مؤثر على مستوى النتائج؟ على مستوى النتائج هو حمد الهوني وغلان الشعلاني شويه ورياض بن عياد شويه. خلي بالك زمايلنا في الشمال العربي الافريقي اذكياء، بيروح هاتفين ده عشان عارفين انه كوميدي ودراما يشتغلوا عليه. ما هو ده اللي انا بتكلم عليه. انت هنا خدت الكلام. والله خدت الكلام. وبعد كده طب انت تقدر تنسى نبيل معلول؟ يعني نبيل معلول مدير فني الترجي ده حد يقدر يقلل منه؟ لا لا، ده واحد من المدربين المخضرمين جدا. ولا حد يقدر يقلل من قيمه الترجي طبعا. الترجي التونسي ده مهما كان، طب مثلا النادي الاهلي مثلا كان في سنه من السنين كان المستوى قل، هل حد يقدر في افريقيا يقول لك ان النادي الاهلي ما ينفعش ما يبقاش منافس على البطوله حتى لو كان مستواه قليل؟ لا طبعا. سيظل النادي الاهلي كبير، سيظل الترجي كبير، بس انا واثق ان الاهلي عنده الخبرات ان يقدر يعدي مرحله الانخداع او الخداع الاعلامي اللي بتحصل، مش على فكره من تونس، مش من الترجي، الخداع اللي بيحصل هنا. ايوه، ما هي التسويق يعني لو بره امرها سهل على فكره. والله، لان بص انا والله العظيم انا راجل صحفي، بس في الاول والاخر اصل انا بتابع الصحافه التونسيه والمغربيه كويس، مهما وصلوا من هناك من الخداع. يعني اقول لك على حاجه، هم في ازمه الجماهير دي كلها، تخيل لما يذكر اسم النادي الاهلي في جمله مفيده. صحيح. بيحصل اجتماعات دلوقتي في الايام اللي احنا فيها دي، الجامعه التونسيه مع الامن هناك، انهم يشوفوا ايه المشكله في الامن. الشغب مش في ماتش الترجي على فكره، بس في كذا مباراه هناك في الدوري عندهم نفس المشكله. ما تذكرش اسم الاهلي طرف في الموضوع، ولا اسم الاهلي ولا الجماهير اللي بتذكر عندنا هنا. فهناك بره الناس على فكره لسه عندها القدر الاقل من التعامل الاعلامي والصحفي. المشكله عندنا هنا، انت تسوق خمس ست لعيبه غايبين، بتوصل صوره للعيبه، بتوصل صوره للجمهور والراي العام، ولكن هذه ليست الحقيقه. الحقيقه يظل دائما اسم الترجي زي ما انت قلت، هو لو الاهلي لو بيغيب منه خمس ست لعيبه وهذا هو ما هو حادث الان. يعني عندنا اثنين لعيبه. طب انت لو بتعد كده، ما انت عندك اكرم توفيق وكريم فؤاد. وكريم فؤاد ما لو تعد مصابين بقى قدامهم خمس اشهر، اكرم توفيق وكريم فؤاد ورامي ربيعه. رامي ربيعه لسه نازل بشكل تدريجي النهارده. طب ما الثلاث دول مش مصابين واصابات جامده جدا بشكل تدريجي النهارده؟ ما هو دول مصابين برضو. انت لو بتعد بالاسماء بس، هل النادي الاهلي الاساسي واضح طبعا البروتوكول الطبي النادي الكبير لا يتاثر؟ النادي الكبير لا يتاثر. المؤثر في نتائج الترجي هو حمد الهوني فقط، مع كامل احترام لكل الناس. ارجعوا للماتشات على افريقيا كلها، هتلاقي حمد الهوني هو الوحيد اللي كان عنصر على الاقل بيترجم زي ما الكابتن اسامه قال، فرقه كبيره بس هو اللي كان بيترجم الشغل يعني. فده ممكن يشكل لهم نقص. لكن انت قلت حاجه مهمه، هو الفرق بيبقى مع الفرق الكبرى دي ما يكملش ربع درجه. مزبوط. بين اللي بيبدا وبين اللي موجود على الخطوط. تظل الفرق الكبيره دائما فرق كبيره طبعاً. ومهما كانت الامور يظل الاهلي والترجي مباراه اصعب ما يكون، ان هي
وستظل مباراه صعبه الحقيقه. لا مباراه صعبه جدا. محدش لما تيجي تقول النهائي مين اللي هيلعب مش هتعرف تقول مين اللي هيلعب سواء اهلي وترجي او وداد وصن داونز. هم يا كابتن اسلام الموسم ده كل خبراء الكره الحقيقيين بقى اللي هم ما بيروحوش كوميدي ودراما الحقيقه يعني بيتكلموا انه موسم رائع افريقيا لان الرباعي يستحقه السيمي فاينل يعني. صحيح. بس على فكره يا كابتن عصام الرباعي ده اخر خمس سنين او ست سنين هو اللي بيوصل. هتلاقي ثلاثة منهم على الأقل ثابتين. ماشي. لكن بيتغير لكن واحد بس كده في النص كده. بيتغير فريق أو اتنين لكن يعني الكرة. يعني دخل الزمالك مرة. جت سليمة يعني. طلع صن داونز، دخل مش عارف مين، طلع الرجاء، ده هتلاقي الواحد بس بيتشال، الأهلي ثابت والوداد. لا الكلام عن إن المربع بقى المرة دي مربع مقفول يعني. اللي ما فيش حد يقدر يتكلم فيه يعني. أنت بتتكلم عن أهلي، عن ترجي، عن وداد وصن داونز. وداد. فبالتالي يعني الطرفي النهائي السنه اللي فاتت موجودين بالزبط. في الدور قبل النهائي وايضا سان داونز بهذا الاداء الرائع الحقيقه اللي بيؤديه وواحد من افضل الفرق اللي موجوده ومرشح كبير للبطوله الافريقيه والترجي الحقيقه في ظل هذا الاسم الكبير اربع انديه الحقيقه كلهم يستحقوا الوصول. لا الاربعه ما تقدرش حضرتك تقول يا كابتن اسلام حضرتك لاعب كوره ما تقدرش تقول تتوقع مين نتمنى طبعا نتمنى الله ينور لكن توقع لا 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 ما نقدرش انا شخصيا ما اقدرش ما تقدرش شوف صن داونز بالمستوى المبهر اللي بيقدمه السنه دي بس الوداد فرقه كبيره جدا بتعرف تلعب الماتشات كويس جدا وممكن تعدي صن داونز وتعديه وتكسبه. صحيح. اخيرا يا استاذ عصام متوقع ايه في هذه المباراه اهلي وترجي؟ اتوقع انه النادي الاهلي وبقياده هذا الرجل يعني اللي يستحق لقب ثعلب الكره يعني كولر انه رايح علشان يقدم مباراه ما هوش اداء دفاعي ولا اندفاع هجومي وده مش معناه ان هو يعني هيحزم الماتش زي ما بيقولوا لا هو رايح يقدم كوره يستحقها فريقه وانا اعتقد ان هو هيتكلم مع اللعيبه في كده انه مزيد من الاهتمام والتركيز عشان ما يبقاش عندك مفاجاه من الاخر اللي احنا قلنا انه كبير. مدرب زي ده لازم يقول للعيبته اللي هم المفترض عارفين لكن لازم يقول لهم ان دي مواعيد الكبار لكنه هيبقى عينه اكيد على الفوز لانه عايز يريح لعيبته قبل النهائي باذن الله يعني. تمام استاذ عبد الحكيم. اتمنى العداله التحكيميه بس لكن كثقه في لعيبه النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله والجهاز الفني هم هيشتغلوا بشكل كويس جدا هيعدوا بشكل كويس جدا للمباراه لكن العداله التحكيميه الكافي السنه دي عنده توجه ناحيه عناصر وجوه جديده. صحيح واضحه جدا. واضحه جدا فدي قلقاني ماتش الذهاب ماتش الرجاء اللي كان في الذهاب كان الحكم لسه مش بثقه مش بثقه وكان في اخطاء كتيره جدا. حتى لو في فار بس كان في اخطاء. انا اتمنى ان يكون طاقم التحكيم بتاع ماتش الذهاب والعوده يكون على قدر وقيمه اسم الفريقين الاهلي والترجي على قدر وقيمه اسم سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا. صحيح. لو انت توفرت بالنسبه للنادي الاهلي العداله التحكيميه خلاص بره وجوه الموضوع خلاص ما مش عايز منك حاجه ثاني اديني بس تحكيم وملعب كويس وسيب الموضوع يا مسهل يا رب ان شاء الله. انا بشكرك جدا يا استاذ عصام على وجودك معانا. شكرا جزيلا ربنا. شكرا جزيلا يا استاذ حكيم على وجودك معانا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.